بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم المرسلين. اليوم سنستكمل إن شاء الله شرح محاضرة المحاصيل الزيتية. هنتناول النهاردة إنتاج وزراعة محصول فول الصويا، ونعرف أهم المعاملات الزراعية المؤثرة على نمو إنتاجيته في مصر. فول الصويا أو الاسم الإنجليزي صويا بين، اسم العلمي جلايسين ماكس، عائلة فابيسي. بيعد فول الصويا من المحاصيل الغذائية الهامة جدا على المستوى العالمي، بيخش في كتير من الصناعات الغذائية نظرا لاحتواء البذرة الكاملة على 20% زيت، وتحتوي البذور على 35 إلى 40% بروتين. البروتين بيتكون من عديد من الأحماض الأمينية الهامة جدا الضرورية للغذاء الإنسان، ولذلك القيمة الغذائية بتاعة البروتين بتقارب القيمة الغذائية للبروتين الحيواني، وبيحتوي على نسبة تعتبر متوسطة من الكربوهيدرات بتصل إلى 35%. في مصر بدأت زراعته سنة 1970 بمساحة صغيرة جدا لا تتعدى 3000 فدان. بلغ متوسط إنتاج الفدان آنذاك 300 كيلو جرام للفدان فقط، ودي تعتبر إنتاجية تعتبر ضئيلة. ونتيجة الأبحاث اللي انعملت على أهم المعاملات الزراعية المؤثرة في إنتاجيته، ارتفعت الإنتاجية لتصبح مصر متفوقة عالميا، وبتحتل المركز الأول من حيث تفوق الإنتاج لوحدة المساحة، حيث بيبلغ متوسط إنتاج الهكتار في مصر 3 طن و333 كيلو جرام، وبالتالي هي بتتفوق عن المتوسط العالمي اللي هو 2500 كيلو جرام للهكتار بنسبة 33%، وتتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية المنتج الرئيسي لهذا المحصول بنسبة 20% على مستوى إنتاجية وحدة المساحة. ولاحظنا في السنوات الأخيرة انخفاض المساحة المزرعة في مصر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ثبات إنتاجية الفدان، انخفاض العائد الاقتصادي مقارنة بالمحاصيل الأخرى بتتزرع في نفس التوقيت زي الذرة الشامية والأرز، بسبب مشاكل أخرى زي ما اتكلمنا عليها في المحاصيل الزيتية، وهو غياب التسويق بشكل كبير عن المحاصيل الزيتية. فأخيرا بلغت المساحة المزرعة منه في الآونة الأخيرة 28,000 فدان فقط، هذه المساحة بتنتج حوالي 40,000 طن ومتوسط إنتاجية 1 طن و420 كيلو جرام للفدان. أهمية اقتصادية والاستعمالات كتيرة جدا لفول الصويا، وهو من المحاصيل عالميا له مجالات كتيرة جدا. لو هناخدها من الناحية الغذائية، هنقول إن البذرة الكاملة بتحتوي على زيت، الزيت ده نسبته 20%، بيستخدم في صناعة المسن الصناعي والتغذية المباشرة. الناتج عملية استخراج الزيت اللي هو الكزب، مصدر رئيسي للإمداد الحيوانات بالبروتين، وزي ما احنا قلنا إنه بيحتوي على تركيبة من الأحماض الأمينية عالية جدا، وبيستخدم في تغذية الدواجن والحيوانات. ونسبة البروتين بعد استخراج الزيت من البذرة، بعد ما بشيل الزيت من البذرة اللي هو 20% وبيبقى 80%، 80% دول مكونات البذرة بيبقى فيهم حوالي 50% بروتين. الدقيق فول الصويا لو انا خدت الحبة كاملة وعملت لها عملية تحميص وثم طح، بيبقى بلاقي فيها 40% بروتين و20% زيت، ويستخدم الدقيق ده في صناعة الفطاير والخبز والمكرونة بعد خلطه بنسبة 20% من الدقيق القمح العادي للخبز. ممكن استخدم البذور المنقوعة في المية عشان اصنع اللبن وجبنة فول الصويا اللي ما بيسموها جبنة التوفو. بيدخل في صناعة الحليب الصناعي المجفف المدعم بألياف الصويا، واللي بيستخدم للتغذية أو كمنتج لألبان الأطفال. النباتات نفسها إذا ممكن أزرعها كسماد أخضر وأحرقها في قلب التربة عشان تحسن من خصوبة التربة وصفات الأرض الزراعية. النبات بيثبت أزوت جوي بكمية بتصل إلى 40 إلى 60 كيلو جرام نيتروجين الفدان في حالة نجاح التلقيح بالبكتيريا. وهناك أهمية أخرى غذائية وصحية، إن بيعد استهلاك الأطعمة المحتوية على بروتين الصويا أو منتجات مصنعة من الصويا آمن، وتناول المكملات الغذائية المحتوية على فول الصويا آمن على المدى القصير الذي لا يتجاوز 6 شهور متصلة. أما إذا حبينا إن إحنا نزود المدى عن ذلك، فلازم يتم عمل فحوصات لنشوف تأثيراته على الصحة العامة لكل فرد. من الفوائد الصحية لاستخدام منتجات فول الصويا في المدى القصير، إنها بتقلل من مستوى السكر بالدم، حيث أشارت أبحاث دولية أن استهلاك الصويا أو منتجاته
مثل الياف فول الصويا او الصويا المخمره، من شانه بيقلل مستويات السكر بالدم، ودي حاجه كويسه جدا. بيقلل من مستوى الكوليسترول الضار، وجد ان باحثون ايضا في مجلات دوليه ان تناول منتجات فول الصويا بيزود من مستوى الكوليسترول عالي الكثافه اللي هو الاتش دي ال او ما يعرف بالكوليسترول الجيد، وبيقلل من مستوى الكوليسترول المنخفض الكثافه اللي هو ال دي ال او ما يعرف بالكوليسترول الضار، خاصه الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع في الكوليسترول. لو ان هو التغذيه على منتجات فول الصويا بتقلل ضغط الدم المرتفع اللي احتوى على كميه عاليه من البروتينات والالياف وكميه قليله من الكربوهيدرات، مصدر غذائي هام جدا اللي احتوى على نسب عاليه من الفيتامينات والاملاح المعدنيه ومضادات الاكسده. وزي ما احنا قلنا ان هو بيخش في كتير من الصناعات الغذائيه. ادوار النمو تبلغ فتره نمو فول الصويا في الارض من 120 إلى 130 يوم في بعض الأصناف اللي تعتبر متوسطة في النضج، وبتقل إلى 95 إلى 100 يوم في الأصناف المبكرة النضج، مقارنة بالأصناف المتأخرة في النضج اللي كانت بتصل فترة نموها إلى 160 يوم. ودي كانت أصناف زي كلارك وهاروسوي وكراوفورد، ودي أصناف ما كانت مستوردة وما بقتش تتزرع دلوقتي لان بقى عندنا اصناف منتجه من المراكز البحثيه وبيتم الاعتماد عليها في زراعه المساحات اللي احنا بنزرعها. وبتنقسم الفتره دي الى مرحلتين اساسيتين، مرحله النمو الخضري اللي بنرمز لها بالرمز V كاختصار لكلمه فيجيتاتيف، وتنقسم هذه المرحله الى طور انبات وطور تفريع، وزي ما احنا بنشوف في الرسمه انها بتمتد من VE حتى V3. مرحلة النمو الزهري والثمري بيرمز لها بالرمز R اللي هي اختصار كلمة reproductive، وبتنقسم عندي إلى ثلاث فترات: طور إزهار وطور إثمار وطور نضج. الاحتياجات الجوية الملائمة لنمو فول الصويا: بداية الحرارة مهمة جدا ولها تأثير بالغ على نمو وإنتاجية النبات بشكل كبير جدا، وبنتحكم في الحرارة باختيار ميعاد المناسب اللي يدينا درجات الحرارة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي في خلال أطوار نمو النبات. فبنجد ان درجة الحرارة الملائمة لنمو البذور وإنباتها بتتراوح من 22 إلى 27 درجة مئوية، ثم تزداد الحرارة بمعدل درجتين أثناء فترة التزهير لتبلغ 24 درجة إلى 29 درجة مئوية نهارا، ومن خلال مدى من 18 إلى 24 درجة ليلا. ثم في مرحلة الإثمار ونمو القرون بتزداد درجة الحرارة قليلا لتكون مداها المناسب من 27 إلى 32 درجة مئوية. وجد أن انخفاض نسبة الحرارة أثناء تكوين الزيت بيؤدي إلى زيادة في نسبة الزيت، فالمدى المفضل لزيادة نسبة الزيت بالبذور بيكون من 21 إلى 29 درجة مئوية. لذلك ما بنشوف ان درجة الحرارة الملائمة لنمو البذور 22 27 درجة مئوية، فلازم ده ما يخلينيش اتأخر في ميعاد الزراعة، لان محصول فول الصويا محصول صيفي، اذا اتأخرت في ميعاد زراعته عن اللازم هيؤدي الى انخفاض كبير جدا في انبات البذور. ومن اهم المشاكل اللي بتقابل وتجعل المزارع يعزف عن زراعة فول الصويا هو انخفاض نسبة انبات البذور. من اكتر المحاصيل اللي اذا في معاملات زراعيه ما خدتش بالي منها هيؤدي الى انخفاض في نسبه البذور، ان اهمها ميعاد الزراعه وطريقه الزراعه اللي انا هستخدمها. فميعاد الزراعه، لذلك فول الصويا بيفضل ان ازرعه في من منتصف ابريل حتى منتصف مايو، وكل ما بكرت في الزراعه كل ما هيكون افضل عشان يديني عدد بادرات ومعدل نمو للبادره يكون افضل. الاحتياجات الضوئيه: نبات فول الصويا من النباتات النهار القصير، فترة الظلام هي تعتبر الفترة المهمة جدا لإظهار النبات، وبيؤدي شدة الإضاءة المرتفعة لزيادة في معدل نمو النبات، وبيؤدي تظليل الأوراق على بعضها في حالة الكثافة النباتية العالية إلى زيادة في معدل سقوط الأزهار. بالنسبة لأهم الأصناف المنزرعة، زي ما احنا قلنا، كان عندنا أصناف قديمة مستوردة، ولكن في أصناف حديثة حاليا بيتم الاعتماد عليها
هما حوالي 6 أصناف: جيزة 1 بالترتيب، جيزة 21، جيزة 22، جيزة 35، جيزة 82، جيزة 83، جيزة 111. ما بنشوف أكتر الأصناف زراعة في المساحات اللي بتتزرع هو جيزة 111، لأنه ده يعتبر أفضل صنف نتيجة لإن مقاوم لدود الورق القطن، وده كان من ضمن المشاكل اللي قابلت زراعة فول الصويا في مصر في بداية زراعته، إن كانت الدودة بتاعة ورق القطن بتترك القطن وتتجه إلى فول الصويا، نتيجة إن الأوراق بتبقى غضة أكتر من ورقة القطن، فبتتغذى عليها وبتسيب بس إيه العروق بتاعة الورقة، وده طبعا كده بنفقد الجزء اللي هيمثل التمثيل الضوئي، والمحصول طبعا كان بيقل جدا كان صعب إن أنا أتحكم فيها. فطلعت أصناف من الفول الصويا مقاومة وراثيا باحتوائها على شعيرات على الأوراق بتجعل صعوبة في هناك صعوبة في تغذية دودة ورق القطن عليها، وبالتالي بقت الأصناف في مأمن من الإصابة بدودة ورق القطن، وبقت أصبحت هذه الإصابة لا تشكل مشكلة في زراعة فول الصويا حاليا. من أهم هذه الأصناف واللي تحتوي على قدر كبير من هذه الشعيرات اللي على الأوراق وعلى الساق هي جيزة 111 وجيزة 21 وجيزة 22. لذلك بنلاقي إن أكتر المساحات اللي بتتزرع بتبقى من صنف جيزة 111، إنتاجية عالية، مقاومة لدود ورق القطن، معدل النضج بتاعه بيبقى يكون في فترة 115 إلى 120 يوم، يعني حوالي 4 شهور. لذلك بتنجح زراعته في جميع المحافظات في مصر سواء كانت في وجه قبلي أو وجه بحري. أما بنشوف بقى الأصناف، لو أنا عايز صنف مبكر عن كده بنلاقي إن صنف جيزة 82 وجيزة 83 دي أصناف بتنضج في فترة نمو قصيرة جدا، 95 إلى 100 يوم، يعني حوالي 3 شهور، 3 شهور ونص. ودي أصناف ممكن إن أنا أزرعها من إبريل حتى منتصف يونيو، يعني ممكن أتأخر بيها في الزراعة شوية حتى يونيو اللي هو شهر 6، نتيجة إنها مبكرة في الإيه في النضج. ميعاد الزراعة زي ما اتكلمنا عليه إن هو من أحد المعاملات الزراعية المهمة جدا، إنه يجب إن أنا متأخرش في الأصناف المتأخرة عن منتصف مايو، لكن من الأصناف المبكرة في النضج ممكن أتأخر حتى بداية شهر يونيو. ممكن في حالة الزراعات المتأخرة وخوفا من ارتفاع درجات الحرارة على النباتات فول الصويا، إن أنا ممكن أزرع الذرة الفول الصويا تحميل على الذرة الشامية عشان أستفاد من تظليل الذرة الشامية لفول الصويا، وبالتالي أحجب درجات الحرارة المرتفعة على نباتات فول الصويا خاصة في فترة التزهير وفترة عقد القرون. ويفضل الزراعة في الزراعات الغير محملة في أوائل إبريل حتى نهاية مايو. التربة المناسبة بيجود في مدى واسع من الأراضي، ويفضل الأراضي الخصبة جيدة الصرف كالة الحشائش والأراضي الصفراء، وبينجح زراعته في الأراضي الجيرية والأراضي الرملية، ولكنه حساس للملوحة فبتجنب زراعته في الأراضي الملحية أو الأراضي سيئة الصرف أو الأراضي اللي التربة الأراضي اللي هي غير ملحية ولكن بتربى بمية ري فيها نسبة ملوحة مرتفعة، ده بيأثر تأثير سلبي على الإنتاجية. بستخدم كمية تقاوي من 35 إلى 40 كيلو تقاوي في حالة الزراعة العادية، ولو أنا هستخدم الآلات بتقل كمية التقاوي إلى 30 كيلو. من ضمن العمليات المهمة جدا التلقيح الحيوي للبذور بالبكتيريا، بكتيريا الرايزوبيوم المتخصصة، وبكتيريا الرايزوبيوم المتخصصة الفول الصويا هي رايزوبيوم جابونيكم. رايزوبيوم جابونيكم موجودة في مركبات زي العقدين الخاص بفول الصويا أو الرايزوبكتيرين المتخصص لفول الصويا، وبيتم تلقيح البذور بوضع يعني كيس أو كيسين من المخصب الحيوي، بنحطهم على البذرة بعد إضافة مادة صمغية أو محلول سكري على البذور وتقليب البذور به الأول، ثم بعد كده إضافة اللقاح الحيوي، وبنترك زي ما احنا قلنا قبل كده البذور بتجف لمدة ربع ساعة أو نص ساعة في مكان ظل، وبعد كده بيتم إتمام الزراعة على طول بعد ساعة بعد ما تكون اللقاح الحيوي أو البكتيريا لزقت على البذرة. وبنتأكد من نجاح التلقيح البكتيري بأن أنا بيتم خلع نباتات باحتراس بجزء من التربة ووضعها في محلول مية ساري حتى يتم إزالة الجزء الطين العالق بالبذور باحتراس، ثم عد عدد العقد الموجودة على
الجذر، فاذا كانت ثمن العقد زي اكثر او اكثر من كده على النبات الواحد، ويكون اللون الداخلي للعقده بيكون لونه احمر، ده بيعتبر التلقيح ناجح، والعقد البكتيريه بتقوم بوظيفتها في تثبيت الازوت الجوي اللي احنا قلنا بيبلغ من 40 الى 65 كيلو جرام للفدان، ودي كميه كبيره جدا. وفي حاله عدم نجاح التلقيح هضطر ان انا هضيف تسميد نيتروجيني، وفي حاله نجاحه هكتفي بجرعه تنشيطيه بتضاف في بدايه النمو. الصوره بتورينا مراحل نمو العقده البكتيريه من الشمال وهي حجمها صغير ولسه لم يتكون بداخلها الليج هيموجلوبين اللي هو لونه بيبقى احمر، وان بيبقى دليل على فعاليه العقده في تثبيت الازوت الجوي. فلحد الى نهايه بالجزء الايمن، ونشوف حجم العقده بقى كبير ومحتوي على الليج هيموجلوبين اللي لونه احمر او احمر وردي، ده بيبقى دليل على فعاليه العقده. طرق الزراعه، عنده طرق زراعة كتير، لكن في طريقتين رئيسيتين: طريقة عفير محسن يسبقها رية كدابة، أو حراتي. عفير محسن يسبقها رية كدابة، هذه في الحالة دي بنعطي الأرض رية كدابة، أو بما يسمى بطريقة الري المزدوج، إن أنا بدي الأرض رية كدابة، وبعد الجفاف المناسب بيتم الزراعة على رشتين في جوار أبعادها الأبعاد بين الرشت بين الجوار وبعضها بتبقى 15 سم. في حالة الطغمانة مخطط 10 خطوط في الأصابتين، يعني عرض الخط 70 سم، فبضيق المسافة بين الجوار ل 15 سم. وفي حالة ما أنا زارع على خط عرض 60، عرض خط 60 يعني بمعدل 12 خط في الأصابتين، بزرع على مسافة بين الجوار 20 سم. وفي كل مرة بحط من 3 ل 4 بذور في الجورة، وبعد اكتمال الإنبات بيتم الخف على نباتين في كل جورة، عشان نوصل في النهاية إلى كثافة نباتية من 120 إلى 140 ألف نبات للفدان في حالة الأصناف متوسطة النضج والمتأخرة، وفي بعض الأحيان بتزداد إلى 150 ألف نبات في حالة الأصناف القصيرة، أو ممكن أوصل بالكثافة النباتية إلى 175 إلى 210 ألف نبات للأصناف بكرة النضج والقصيرة في النمو. لكن في الغالب معظم الأصناف بتاعتنا فيما عدا جيزة 82 وجيزة 83 بنزرعها بكثافة نباتية 140 ألف نبات في الفدان. الزراعة الحراتي، بنروي الأرض ري غزير وبننتظر حتى تجف جفاف مستحرص ويبقى فيها نسبة من الرطوبة تكفي للإنبات، فبيتم إما إن أنا أزرع في الجور على نفس المسافات اللي إحنا قلنا عليها السابقة في حالة الزراعة بالري المزدوج، أو إن أنا أعمل شق أو فج في التلت العلوي الريشة العمالة اللي أنا هزرع عليها من الخط، وأعمل سرسبة للبذور وبعد كده أغطيها بالتربة الرطبة ومع ضغط خفيف بمعدل قد ايه؟ بمعدل من 30 الى 45 بذرة في المتر الطولي. بعد تكامل الانبات بيتم الخف على 25 نبات في المتر الطولي. فيبقى انا عندي طريقتين اساسيتين وطرق زراعة من المعاملات المهمة جدا اللي خلينا بالنا منها، لانها بتفرق جدا في الانتاجية. عندي عفير محسن يسبقها رية كدابة، فيبقى عندي رية كدابة جفاف مناسب للأرض، هيتم بعد كده الزراعة على الرشتين، وبعد ما انتهي من الزراعة على الرشتين لو انا مخطط الارض 10 خطوط في الاصابتين هزرع على بعد 15 سم من الجور، ولو انا مخطط 12 خط في الاصابتين هزرع على مسافة 20 سم من الجور، وفي كلتا الحالتين هحط من 3 ل 4 بذور في كل جورة، ثم هروي ري بعد ما اخلص زراعة هروي الارض، وبعد تكامل الانبات هيتم الخف على نباتين. فبقى كده اديت ري في البداية واستنيت لما يحصل جفاف مناسب، ثم زرعت ثم رويت تاني. طب فايدة الرية اللي انا رويتها اللي هي الرية الكدابة ايه؟ ان انا بدي الارض كمية من المية، بحيث اما اجي ازرع اروي رية الزراعة الارض ما تاخدش كمية مية كتيرة عشان ما يحصلش تفقع للبذور، لان نسبة الرطوبة في التربة من العوامل المؤثرة جدا في نسبة الانبات. الطريقة الحراتي، اما ان انا ازرعها بنفس الابعاد اللي انا زرعتها بيها بالطريقة العفير، او ان انا اعمل سرسبة للبذور في خط طولي كما هو متبع في زراعة البسلة والفاصوليا،
وازرع بمعدل 30 الى 35 بذرة كل متر بالطول، وبعد تكامل الانبات اخف على 25 نبات في المتر الطولي. وفي كلتا الاحوال يجب عدم تغطية البذور بكمية كبيرة من التربة، لان لقوا ان المعدل الامثل ان انا ما زودش عمق البذرة عن 3 سم في زراعة العفير وعن 5 سم في زراعة الحراثي، لان كل ما بزود العمق كل ما بتقل نسبة الانبات. الصورة دي بتوضح الزراعة الآلية لفول الصويا، ودي بادرات مزروعة بالطريقة الآلية. الترقيع بيتم تكشف البادرات بعد 8 إلى 10 أيام في الأراضي القديمة وبعد 5 إلى 7 أيام في الأراضي الجديدة، وهذا بيبقى متوقف على درجة حرارة الأرض وبالتالي درجة حرارة الجو. فإذا كان درجة الحرارة منخفضة بيتأخر التكشف عن المواعيد دي، وإذا كانت درجة الحرارة مناسبة بيتم تكشف البادرات في هذه المواعيد. فيجب بإجراء سرعة لعملية الترقيع بمجرد ظهور البادرات في موعد نهايته أسبوعين من الزراعة، بكون انتهيت من عملية الترقيع وبكون استخدمت بذور من نفس الصنف اللي أنا زرعه. وممكن أزرع أنقع البذور في المية ساعتين قبل الزراعة، وبعد كده أعمل بها عملية أعمل عملية الإيه الزراعة ببذور مبتلة، بس ما زودش مدة النقع لأن الكثرة بتاعة فول الصويا بتبقى ضعيفة جدا، فبزيادة مدة النقع بتنفتح الكثرة وبتظهر الفلقات، وبالتالي بتموت هذه البذرة وتفشل في تكوين بادرة. الري فول الصويا من المحاصيل الحساسة لمية الري، ولو أنا راوي في أراضي زرعه في أراضي قديمة طينية بروي راية خفيفة بنسميها ري التجرية بعد 10 إلى 12 يوم، ولو أنا زرع في أراضي جديدة زي الأراضي الرملية بروي راية بعد 5 إلى 6 أيام راية سريعة. الهدف منها إن أنا بنشط تكوين العقد الجذرية وبساعد في تكشف البذرات اللي لسه في مشكلة في الغطاء النباتي عليها قوي أو نسبة الرطوبة ما كانتش ملائمة أثناء الزراعة. بعد كده بولي الري كل 15 يوم في الأراضي الطينية وكل 5 أيام إلى 8 أيام في الأراضي الجديدة، وأتجنب الري الغزير لأنه بيؤدي لاصفرار النباتات وزيادة في أعفان البذور وغسيل العناصر الغذائية الموجودة بالتربة. وبنوقف الري عند نضج المحصول عند بداية نضج المحصول وقبل الحصاد ب3 أسابيع، وخلال فترة نمو النبات زيادة الري وجدوا انها بتديني زيادة في حجم الاوراق، وزيادة في حجم الاوراق اكتر من اللازم، بالتالي بيديني مساحة اوراق اكتر من اللازم، بالتالي بيحصل تضليل للنباتات مع بعضها، وبالتالي زي ما احنا قلنا بيحدث تساقط للازهار، وبالتالي هيبقى في مشكلة كبيرة عندي في الانتاجية. فلذلك لازم يكون الري على الحامي طول موسم النمو. التسميد نبات فول الصويا من النباتات اللي احتياجاتها المائية تعتبر متوسطة، احتياجاتها السمادية تعتبر متوسطة. بيضاف 150 كيلو جرام سوبر فوسفات كالسيوم أحادي في الأراضي القديمة، وبنزود الكمية دي لحوالي 250 كيلو جرام في الأراضي الجديدة، أو ممكن إن أنا أستخدم 150 كيلو جرام سوبر فوسفات كالسيوم فقط ثم أضيف حوالي 10 لتر حمض فوسفوريك اثناء مرحله نمو النبات، وده الاكثر استخداما يعني. السماد الازوتي بتضاف جرعه تنشيطيه 15 وحده ازوت في الاراضي الطينيه و20 وحده ازوت في الاراضي الرمليه، ودي تعتبر جرعه تنشيطيه بنضيفها اما عند الزراعه او مع ريه المحياه. ثم بيتم الكشف على العقد البكتيريا عند عمر 25-30 يوم من الزراعه، وبنعد عدد العقد زي ما احنا قلنا، احنا لو لنا 8 عقد او اكتر لونهم وردي من الداخل يبقى التلقيح ناجح ومش هضيف اي تسميد ازوتي بعد هذه الفتره. اما في حاله عدم تكوين العقد البكتيريه او تكوينها بس مش فعاله، فنضطر ان احنا نضيف كميه اضافيه من التسميد الازوتي عشان النبات يكمل احتياجاته السماديه، فاضيف 40 وحده ازوت على دفعتين متساويتين قبل الريه الثانيه وقبل الريه الثالثه. وفي الأراضي الجديدة هنزود الكمية إلى 80 وحدة هتضاف على 4 دفعات قبل الـ4 ريات التالية بعد رية الزراعة.
الإسراف في التسميدة الأزوتية هيزود من معدلات النمو الخضري على حساب كمية المحصول، وهيقلل من نشاط العقد البكتيرية المتكونة. التسميد البوتاسي بيضاف 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم للفدان أمام الراية التانية، خاصة في الأراضي الجديدة اللي فقرها في محتواها من البوتاسيوم. مكافحة الحشائش من العمليات المهمة جدا، لأن فول الصويا بينتشر بكمية كبيرة من الحشائش في خلال موسم الصيف، زي حشيشة الشبيط والعليق وحشائش رفيعة زي النجيل وزي السعد. فبيفضل إن أنا أستخدم مبيدات بتضاف للتربة بعد الزراعة وقبل راية الزراعة، زي مبيدين أشهر استخداما هما مبيد أميكس بمعدل 2 لتر للفدان، أو مبيد استومب بمعدل 1.7 لتر للفدان، أو بديل الاستومب هو استومب إكسترا بمعدل لتر للفدان. بيتم إضافتهم بعد ما بزرع البذرة وقبل ما أروي راية الزراعة بيتم الإيه الرش. في حالة عدم استخدام المبيد بعد الزراعة مباشرة وقبل الري، ممكن استخدم مبيد آخر اسمه بازاجرام بمعدل لتر للفدان، وبيتم رشه على الحشائش العريضة بعد 15 يوم من الزراعة، وهو مبيد اختياري للحشائش ولا يؤثر على نباتات فول الصويا المزرعة. في حالة ظهور حشائش حولية أو معمرة ولكن رفيعة في الأوراق زي النجيل والسعد، ممكن استخدم مبيد فيزوليت سوبر او سيلكت سوبر بمعدل 1.5 لتر للفدان. الخف بيتم بمعدل نباتين في الجورة، او في حالة الزراعة سرسبة بنخف النباتات على مسافة 5 سنتي بين النباتات وبعضها، ويفضل ان ما تأخرش في عملية الخف عن 3 اسابيع حتى لا يحدث تنافس بين النباتات وبعضها وانخفاض في كمية المحصول. الحصاد وتجهيز المحصول من علامات النضج: اصفرار الأوراق، سقوط معظمها، القرون عندي يكون نضج 95% منها، تحول لونها الخارجي إلى اللون البني الفاتح، البذرة في بداية تكوينها بيكون تاخد الشكل البيضاوي، عند النضج بيكون واخد الشكل المستدير، وبيكون 75% من الأوراق تساقطت على الأرض. لا ننصح بالحصاد المبكر لتدهور صفات المحصول بغرض انتاج التقاوي، ونسبة الزيت ممكن ما بتكونش اكتملت. تأخير الحصاد هيؤدي لانفتاح القرون وانفراطها، وبالتالي هفقد جزء كبير من المحصول. فلذلك بيتم الحصاد باستخدام الآلات زي المناقر او اقتلاع النباتات بالكامل، وبترص في مع بعضها في شكل حزم بحيث تكون الاطراف الى اعلى. وبعد الجفاف بيتم الدراس باستخدام الدراسات العادية، ولكن بيتم تركيب الدرافيل مناسبة لحجم بذرة الفول الصويا. فبيتم تركيب الدرافيل الخاصة بالفول البلدي، لأن استخدام الدرافيل الخاصة بمحصول القمح بيؤدي إلى تكسير في الحبوب. دي صورة بتورينا النضج التام لفول الصويا، وبنجد من الصورة إن معظم الأوراق اللي على النبات تساقطت، القرون لونها بني فاتح، ولسه ما فيش انفتاح للقرون، وإلا كده يبقى أنا اتأخرت في عملية الحصاد. صورة بتورينا الحصاد الآلي لفول الصويا باستخدام الماكينات، ودي بتوفر طبعا جهد كبير وتكاليف عمالة كبيرة جدا. كمية المحصول توقف على حسب ميعاد الزراعة اللي أنا زرعت فيه، على حسب الصنف اللي أنا زرعته، نوع الأرض اللي أنا زرعت فيها، عمليات الخدمة طول الموسم. متوسط إنتاجية الفدان بتبلغ 1.5 طن للفدان، بتزداد عند زراعة الأصناف الحديثة واتباع المعاملات الزراعية الجيدة إلى 1.7 طن للفدان. وشكرا. وفي النهاية لو في أي أسئلة أرجو من اللي بيستمع للمحاضرة إنه يكتبها في تعليق واحد فقط على اليوتيوب عشان نرد عليها لزمايلكم إن شاء الله. وشكرا.